حنروح لأول فقراتنا لليوم، ورح نتعرف على كتاب يعد الأول من نوعه في سوريا. تم توثيق ضمن هذا الكتاب كل ما ورد عن تجارة حلب والاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت في أسواقها وخاناتها القديمة. طبعا الكتاب بيحكي عن حقبة زمنية قبل الألف الثاني عشر قبل الميلاد، بالإضافة لمواضيع تانية حنتناقشها مع ضيفنا لليوم مؤلف الكتاب الصحفي والكاتب أحمد عز الدين النابلسي. أكيد الأستاذ نابلسي رشا من مؤسسي صحيفة تشرين الرسمية عام 1975، مدير الصحيفة فيما بعد بحلب، ومستشار لغرفة الصناعة والتجارة، وتوج هي المسيرة اليوم بمنجز توثيقي يحكي بين صفحاته عن تاريخ تجارة المدينة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لاستضافتكم. شكرا لمشاهدي قناة الأخبارية السورية. بداية خلينا نحكي عن فكرة نشأة الكتاب، كيف طرحت الفكرة وكيف بلشت قيد التنفيذ؟ الفكرة كانت مع عملي كمستشار لغرفة تجارة حلب خلال عقدين، وأول ما لفت نظري هو الصورة وثائقية للغلاف الرئيسي اللي نشرت في الكتاب، عثرت عليها في النت، فأنا كنت أبحث يعني عن مصدر توثيقي كصورة وكوثائق، عثرت عليها في النت، كانت بتمثل القوافل التجارية التي تصل إلى حلب عبر طريق الحرير، وهي يعني الصورة الوحيدة اللي وثقت لي علاقة حلب بتجارة الحرير والدولية عبر تقريبا يعني مئات السنين. فنحن كنا بنسمع عن طريق الحرير الكثير، لكن لم نكن نلمس أشياء وثائقية تثبت أن حلب هي مركز التجارة العالمي. على هذا الطريق الكائن أمام مدخل قلعة حلب قبل نحو 300 سنة، ومنه تنطلق القوافل التجارية بجميع الاتجاهات نحو أوروبا والشام وأسكندرون وأفريقيا وغيرها من الدول، إضافة إلى عدم توفر مثل هذا الكتاب التوثيقي عن النشاط التجاري لمدينة حلب. عندما ولدت لدي الفكرة قمت بجمع المواضيع والوثائق والأبحاث التي تمكنني من إصدار كتابي بعنوان تاريخ تجارة حلب. وأستاذ خلينا نحكي، يمكن لما تقول ما في كان مرجع وأنت عم تحاول يمكن يكون هيدا الكتاب أول مرجع توثيقي عن تاريخ تجارة حلب وكثير من التفاصيل، هون بيكون في مسؤولية كبيرة تقع على عاتقك، لأنه بنعرف نحن بكل كتب التاريخ التوثيقية دائما في بعض التضليل والتزوير، في هدول كثير مهم اليوم يكون في كتاب توثيقي. قديش أخذ منك جهد وتعب ومراجع؟ لما أنا بدي أعمل عمل توثيقي بدي مرجع، وأساسا ما في مرجع واضح كان بالنسبة لك. نعم، يعني هي النقاط المهمة اللي ذكرتيها، ومنها أنا كانت يعني فكرة تجميع الوثائق، فعمدت إلى قراءة الكتب التوثيقية للأدباء والباحثين العرب والأجانب كمراجع تتضمن الحديث عن النشاط التجاري. أهم نقطة في هذا المجال كانت عملية جمع المعلومات عن بداية ما عرف عن نشأة النشاط التجاري، وهي مراحل عديدة وواسعة ومتشعبة، اقتضت مني مراجعة الكتب للأدباء والباحثين التاريخيين والتجار الأوائل ورجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب الذين كتبوا بأنفسهم عن نشاطاتهم التجارية الاقتصادية أو من المراجع والأبحاث والاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت بين القناصل العرب والأجانب في أسواق وخانات حلب القديمة. وقد أخذ مني هذا العمل نحو 3 أعوام ويزيد. طيب خلينا نحكي اليوم أستاذ، أول شيء خلينا نشوف الكتاب بعد إذنك إذا سمحت. نحكي عن الأمور اللي حاولت من خلال إسلام، شكراً، حاولت من خلال كتابتك في أمور اليوم كنت كتير عم تركز عليها أنك تبينها بقلب الكتاب، إن كان معلومات إن كان وثائق، وفي أمور حبيت أنك تتفاداها وتبعد عنها. شو هي أهم الأمور اللي حضرتك ذكرتها بقلب الكتاب؟ خلينا نقول النقاط الأساسية. يعني النقاط الأساسية هي كونه عم نحكي عن حلب وعن تمام تجارة وأخانات. تمام. الذي جلب انتباهي في هذه الحيثية هو أهمية مدينة حلب ومركزها التجاري العالمي عبر تاريخها الطويل.
وعمر الذي يمتد إلى الألف الثاني قبل الميلاد، وأنها عرفت أكثر من 30 حضارة، أهمها السومرية والأكادية والعمورية والحسية والفرعونية والميتانية والكلدانية والفارسية وغيرها، إضافة إلى وقوعها في مفترق طرق برية محورية بين الفرات والمتوسط، ومن خلال الأناضول وبادية الشام، بحيث توفر لحلب ازدهارا اقتصاديا تجلى في أسواقها وخاناتها وتجارتها الداخلية والخارجية والقنصليات التي أقيمت فيها منذ عام 1207. أشار إليها الباحث الأديب محمد قجة في مقاله المنشور ضمن الكتاب. إضافة إلى مصادر ألمانية لكتاب ألمانيين وباحثين ألمان سيأتي ذكرهم بعد قليل. طيب خلينا بما أنه عم تقول كان عندك مراجع عدة لعرب وأجانب، خلينا نذكر بعض منها هي المراجع، لأنه مهم اليوم نذكر أهم المراجع التوثيقية، لأنه مثل ما حكيت بداية حديثنا في مسؤولية كبيرة ونحن أساساً كل حرب تقام على سوريا هي تستهدف الحضارة السورية، وبنعرف حلب الشهباء تاريخ كبير على مر العصور، وحتى بيحاولوا يسحبوا منك البساط بينسبوا لإلهم بعض القصص التاريخية اللي هي إلنا مرجع، بنشوف سرقة آثار بمتاحف أجنبية وبيقولوا لك هي بالأساس كانت عندنا أساساً في استهداف ومنهج لسرقة التاريخ والحضارة السورية اليوم. لذلك هون كانت النقطة الهامة أنه أنا يكون في إلي مرجعية لباحثين سوريين وأدباء سوريين وثقوا ووصفوا العلاقات التجارية والنشاط التجاري في حلب كأبرز شخصيات عرفت في ذاك العصر، منها الباحث محمد قجة، الباحث التاريخي والأديب الكبير هو محمد قجة، وابن العديم التاريخي، وراغب الطباخ، وكامل الغزي، هدول من الكتاب والمثقفين والباحثين الكبار، والدكتور محمود حريتاني، والمهندس عبد الله حجار، وعبد الفتاح قلعجي، وصبحي صواف، ومحمد سعيد الزعيم، والألمانيان هينتز غوبي وأيفن فيرتر، والبريطانيان ألكسندر باتريك راسل، والدكتور محمد عبد المحسن من جامعة حلب، وأيضا من خلال العلماء العرب الذين شاركوا في ندوة الحياة الاقتصادية في حلب عبر التاريخ التي أقيمت عام 2006 بمناسبة احتفالية حلب عاصمة الثقافة الإسلامية. طيب أستاذ خلينا نحكي اليوم عن أهمية هذا الإرث، كونه هذا الكتاب مثل ما ذكرنا ببداية حديثنا أنه هو النوع الأول لهذا الكتب. وكنت عم بتصفح شوي الكتاب، في شخصيات من غرف التجارة والصناعة، حضرتك حاطت صورهم وتعريفهم الشخصي، خلينا نحكي عن أهمية هذا الإرث. هي الأمور وضحها الكتاب من خلال الفترة الزمنية التي تم تسليط الضوء عليها. والأمور التي أردت توضيحها هي أهمية التوثيق لجميع المراحل التي أكدت أقدمية مدينة حلب التجارية والاقتصادية. من أي مراحل من أي عام لأي عام يستهدف الكتاب؟ ألف الثاني عشر قبل الميلاد ولغاية زوال الاحتلال الفرنسي وقبله الاحتلال العثماني عن سوريا. وأيضا ما ورد في العهود القديمة وأثر طريق الحضيض الحضاري على الدول التي يمر فيها والازدهار الاقتصادي الذي بلغته حلب في جميع العصور، ولا يوجد أي أمور حاولت تفاديها أو تجنبها من خلال التوثيق، لأنه كله كان موثق بشكل كبير بكتب وباتفاقيات وبمراجع وبمراجع. لما نقول حلب طريق الحرير بنعرف هيدا الطريق طبعاً. قديش تم استهدافه، حتى مش فقط طريق تجارة، نحن عم نحكي عن تبادل ثقافات وحضارات، فأي مرجعية تعود إله لطريق الحرير هي أساسا مرجعية توثيقية مضمونة اليوم لنحكي حلب مثل ما قلت بمرحلة من المراحل كانت مو فقط تجاريا وثقافيا، كان ثقافي وديني وعقائدي ويعني حتى عادات اجتماعية نهضة كان تم الاطلاع عليها.
تفضل. خلينا نروح للمجلة كمان، اليوم حضرتك جايب لنا نسخة عنا. نعم. طيب هاي المجلة تم طرحها بال 2004 وهي كانت بمجال الصناعات النسيجية، نحكي عن المحتوى داخل المجلة. الحقيقة لما كنت يعني في مجال متابعة الصناعات السورية الهامة وجدت أنه النسيج هو أكبر قطاع صناعي في سوريا، خاصة بحلب يعني، وخاصة نحن نحكي عن أول مجلة اقتصادية في سوريا. في سوريا صحيح. طبيعي 2004 طبيعي. فأنا يعني من خلال اطلاعي على الأرقام اللي صناع السوريين في المجال في مجال الصناعة من الخيط من القطن ونهاية إلى الملبوسات أو المفروشات، فوجدت أنه في أشياء يعني عظيمة يمكن تسليط الضوء عليها وتبادلها مع الدول الأجنبية والعربية. الصناعات النسيجية هي أساسا موجودة كانت في حلب، يعني هي كمان نقطة كتير مهمة توثيق الصناعات النسيجية. تمام. هي لتاريخ طويل، نحن بنحاول توثيق تاريخيا لأنه عم يتم مثل ما قلت سرقة التاريخ، يعني حتى بأبسط تفاصيله عم يحاولوا يسرقوه منك. تمام. ويعني كانت حلب من بين الدول أو سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص من بين أبرز الدول اللي اشتغلت في الصناعات صحيح. النسيجية والألبسة، وكانت تصدر يعني لمعظم الدول الخليجية وحتى مصر وحتى هي كانت أهم عاصمة اقتصادية على مستوى الوطن العربي عم نحكي نحن. فيعني كان في عمليات تصديرية بلغت بنحو تقريبا يعني مليارين ليرة سورية في عام 1970 بهذاك الوقت، يعني فهذا رقم مهم خيالي، ونحن نتمنى تعود حلب من خلال حضوري المؤتمرات والندوات والمعارض اللي دعينا عليها في الصين في ألمانيا في فرنسا، فوجدت يعني اهتمام بالصناعة السورية كبير، وكانوا يعني يهتموا بهذه الصناعة ويدعوا أصحاب المصانع لإجراء الدورات ويتبعوا دورات حديثة للحصول على المزيد من الخبرات في مجال الصناعات السورية. ونحن لهلأ أستاذ ضمن سنوات الحرب، يعني لهلأ نحن عم نشوف المنتج واليد السورية مرغوبة خارجيا. اليوم نحن بتاريخ تجارة حلب تم تأليف الكتاب، فيما بعد اليوم إذا حبيت ترجع يكون عندك طموح تاني بتأليف كتاب آخر لوين ممكن تتجه؟ كله بده يتركز يعني في هذا المجال الصناعي والتجاري، واللي أهم الصناعات اللي هي بتمتاز فيها سوريا وحلب بشكل خاص. حلب بتمتاز بصناعة الألبسة والصابون والزعتر حلب كل شيء مميز فيها، حتى أكلاتها الأسواق. نعم. فهذا لابد من أنه يكون في له مراجع توثيقية وتقدر تعطي ثقافة صحيح. يعني للناس، وحتى مطلوب أنا من وجهة نظري أن تدريس هذه الثقافة وهذه المعلومات في المراحل الابتدائية والثانوية وحتى الجامعات لحتى يعني يكون في ثقافة اقتصادية كبيرة يصلوا إلى الناس المعنيين. نتمنى حلب الشهباء، حلب العزيزة تعود إلى نشاطها الاقتصادي وتعود هي عاصمة الاقتصاد مو فقط في سوريا على مستوى الوطن العربي. بنشكرك بالختام الكاتب والصحفي أحمد عز الدين نابلسي. بس حابب أشير لنقطة من فضلك، يعني أنه الأسواق والدخانات اللي دمرت في فترة الحرب على سوريا يعني بعد ترميمها الآن بدأت إعادة ترميمها يعني ظهرت بعض الأسواق إلى الوجود، وهذا كان يعني بدعم مباشر ومن السيد الرئيس بشار الأسد صحيح. والسيدة عقيلته اللي زاروا حلب خلال الفترة الأخيرة وقدموا كل المعونة المادية والمعنوية لأصحاب المحلات التجارية، ومن خلال صدور المرسوم رقم 13 لعام 2022 بإعفاء من الضرائب والرسوم اللي كانت مفروضة عليهم صحيح. يعني في الفترات الماضية. هذا المرسوم الحقيقة يعني يعد هدية ثمينة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية الذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات المالية، ووفرت بيئة داعمة وغير مسبوقة للمحال التجارية والمنازل وأعادتها إلى ما كانت عليه يعني في قسم منها،
قبل تدميره وأفضل مما كانت عليه. نحن الآن ننتظر الاستفادة من هذه إن شاء الله يا رب قريبا المراسيم وتقديم المزيد في المستقبل إن شاء الله. نتمنى ترجع الحياة المصلحة لحلب لكل المحافظات السورية. بنشكر حضورك اليوم أستاذ ونتمنى لك كل التوفيق. يا هلا. شكرا جزيلا ويعطيكم العافية. شكرا وأكيد نتمنى لك التوفيق.